نبدأ مع بعض إن شاء الله نكمل في المحاضرة بتاعتنا بتاعة الفوريير ترانسفورم. خد بالك، أنا بديك في الأصل السيجنال بتاعتك نون بيريوديك سيجنال معرفة على انترفال تايم فورم ماينس تي 1 تو تي 1 مرورا بالزيرو كومبتر فانكشن زي ما احنا شايفينها كده. إيه اللي هيحصل؟ أنا عايز أعرف خواص هذه السيجنال، عايز أعرف خواص هذه السيجنال. قال لك تعالى، لو أنت عايز تعرف خواص هذه السيجنال لابد الاول انك تعمل اللي احنا قلناه، هات بيريودكلي ريبليكيت هذه الفانكشن اوفر مالتيبل اوف ايه، اوفر مالتيبل اوف تي نوت، ماشي. بعد كده هتقول لما وتجيب بقى الفوريير سيريز كلها اللي هي الانسيسز ايكويشن والانسيسز ايكويشن وتعرف خواص الداله براحتك، ولما تيت امبلاي لانفينيتي هتبدا ترجع الداله الاصليه تاني كانك بتعمل انفيرس للفوريير ترانسفورم. خد بالك لما تيجي تعمل اناليسز للمساله اللي هي قدامك دي هتلاقي ايه؟ هتلاقي ان فورير سيريز كوفيشنت او فورير ترانسفورم الاول، فورير ترانسفورم بقت عباره عن انفلوب، بقت عباره عن ايه؟ انفلوب، الانفلوب اللي هو قدامك ده، تمام كده؟ كويس جدا. والسامبلز اللي جوه الانفليب اللي هتظهر دلوقتي زي ما هوريك هو ده الفوريير سيريز كوفيشنت اللي انا جبته من الاول خالص. هو ده مين؟ الفوريير سيريز كوفيشنت. السبب ان او اللي خلى الفوريير ترانسفورم للداله دي متصل كده، الانفليب ده متصل كده، السبب ان الاوميجا فيه كونتينوس، السبب ان الاوميجا فيه مالها كونتينوس وبيساوي كي اوميجا نوت. انما اللي جوه زي ما قلت لك هو عباره عن السامبلز بتاعت الفوريير سيريز كوفيشنت، وكانت العلاقه ما بينه وبين الفوريير ترانسفورم ان اي سب كي بتساوي 1 اوفر تي نوت، واحد على البيريود يعني، لاكس اوف اوميجا لما اوميجا بتساوي كي اوميجا نوت. يعني السامبلز اللي داخل الانفلوب، يعني ايه السامبلز اللي داخل الانفلوب؟ طيب يا دكتور انا لسه عايز اشوف السامبلز دي شكلها عامل ازاي. ما انت مش هتشوف السامبلز غير لما الاول تحول النون بيريودك سيجنال دي لبيريودك سيجنال. هو انت كده مش بدايه مش هتعرف تشوف سامبلز. عشان تشوف السامبلز وتشوف الهارموني وتشوف هي معرفه على ان انتجر فاليو، هل هي اود ولا ايفن، والسيمتريا والحاجات دي كلها، لابد ان الاول تاخد الداله دي تعمل لها ريبليكيت. تعمل لها ايه؟ ريبليكيت اوفر مالتيبل اوف تي نوت، صح كده؟ حلو جدا. لما تعمل لها ريبليكيت هتلاقي ان انت حولت الداله ديت لبيريودك سيجنال. طالما اتحولت لبيريودك سيجنال فانت بكل سهوله تقدر تحصل على السنسز ايكويشن، وتقدر تحصل على المهم بقى بالنسبه لنا هو الاناليسيز ايكويشن اللي هي ايه سب كي. حصلت على اي سب كي فانت كده جبت خواص السيجنال كلها. لما حصلت على اي سب كي فانت حصلت على السامبلز اللي جوه الانفلوب، وبحكم انك معرف الفوريير ترانسفورم اللي هي اكس اوف اوميجا، فاكس اوف اوميجا بقت بالنسبه لك هي الانفلوب اللي بيحتوي هذه السامبلز. بس السامبلز دي اخد بالي انها قيمه اي سب كي، والانفلوب اللي بره ده بحكم ان الفريكوانسي فيه كونتينوس فهو ايه؟ هو الانفلوب اللي بره ده. كويس جدا. فقال لك اول مثال لو كانت البيريود اللي احنا شغالين عليها بتساوي 4 تي 1، 4 من مين؟ 4 من التي 1. هو هيبدا يعمل سكيل للتايم اهو، هيبدا يعمل ايه؟ يعمل سكيل للتايم. هتلاقي ان الفوريير سيريز كوفيشنت اللي حصلنا عليها في الاخير لما حلينا المساله بتاعتنا بدلاله التي نوت هي عبارة عن مجموعة من السامبلز اللي داخل الانفلوب، وبتلاقي عددها قليل، التباعد ما بين كل سامبل والتانية كبير شوية. ليه؟ لأن السكيل بتاعي لسه قليل 4 تي 1. حلو جدا. يبقى أنت لما خليت التي نوت بتساوي 4 تي 1 حصلت على مجموعة من السامبلز داخل الانفلوب، هذه السامبلز بتمثل لي الفوريير سيريز كوفيشنت. وفي الحاله دي بقدر اقول فوريير سيريز. ليه؟ لان السيجنال بقى بيريودك سيجنال، احنا خليناها بتركها اصلا كده بيريودك سيجنال.
وفي الاخير خالص لما بقول التيهات امبلاي لانفينيتي هيحصل على المعادله الاصليه بتاعتي اللي هي اكس اوف اوميجا اللي هي فورير ترانسفورم. لكن فورير ترانسفورم في الحلقه دي بتمثل لي انفلب للسامبلز اللي جواها، محتوى للسامبلز اللي جواها. كويس جدا. طيب ما تيجي تزود البيريود اكتر من كده، ما تخلي تي نوت تساوي 8 تي 1، زود البيريود للضعف. يعني انت قللت السكيل، يعني الوقت كانك ايه عمال تكبر في الوقت شويه، ما انت عايز تزود في الفريكوانسي. شوف الفريكوانسي عمال يزيد اهو، انت بتكبر الوقت بس بايه؟ بالعكس، بالكومبريز، صح؟ وبالتالي لما تكبر الوقت بالكومبريز، يعني لما تقلل الوقت ايه اللي يحصل للفريكوانسي؟ الفريكوانسي زاد. شوف الفريكوانسي هنا اكتر من الفريكوانسي هنا. فعدد السامبلز داخل الانفلوب حصل لها ايه؟ عدد السامبلز داخل الانفلوب زاد، وبالتالي ايه سب كي بتلاقيها ايه؟ السامبلز عماله تزيد. فانت بتلاقي الفورير سيريس كوفيشنت اللي حصلنا عليها في الاخير بدلاله التي نوت الجديده زادت، التباعد بين كل سامبل والثانيه قل، معناها ان الفريكوانسي زادت، معناها ان الفريكوانسي ايه؟ عماله تزيد. كويس جدا. افضل زود في قيمه التي نوت، فهتلاقي ان الفريكوانسي بتاعك او عدد السامبلز بيعمل ايه؟ عمال يزيد. وبتلاقي علاقه الاي سب كي ب الفورير ترانسفورم بيساوي 1 على فورير ترانسفورم. فالفورير ترانسفورم بالنسبه لي هنا انفلب لمين؟ ل السامبلز اللي هي اي سب كي، او اللي احنا بنسميها الفورير سيريز كوفيشنت. لو فضلنا نزود هنحصل على سامبلز اكتر اكتر واكتر، التباعد كل مدى هيبقى قليل جدا جدا جدا، وبالتالي لما تي تروح لانفينيتي وتبقى كبيره جدا جدا هلاقي الفانكشن دي التباعد ده مبقاش موجود خالص، ورجعت للداله الاصليه اللي هي كونتينوس. فالتباعد ايه؟ مش هيبقى موجود خالص، والفريكوانسي هيبقى تقريبا ايه؟ مفيش فريكوانسي، هيبقى بزيرو، وهلاقي الداله دي كما لو كانت continuous function اللي هي رجعت الدالة تاني لي non-periodic signal اللي هي x of a x of t. يبقى احنا هنحصل على كل نقطة منفردة داخل الانفلب، وده هيقودنا ان احنا نمثل non-periodic non-periodic signal، هيقودنا ان احنا نمثل مين؟ non-periodic signal. بعد كده continuous time Fourier transform ده اللي احنا عمالين نتكلم فيه بقالنا شوية، عندي فيه السينسز ايكويشن اللي هي اكس اوف تي بمثل بتبقى فانكشن في الفورير ترانسفورم، ودي اللي احنا سميناها الانفيرس بتاع الفورير ترانسفورم. اكس اوف تي بيساوي 1 اوفر 2 باي الانتجريشن فروم ماينس انفينيتي تو انفينيتي اكس اوف اوميجا اي اس جي اوميجا تي للدي تي، اي اس جي اوميجا تي للدي تي. وطبعا عرفنا ان اوميجا متصله واوميجا بتساوي تي اوميجا نوت والحوارات دي كلها، وما هي علاقه الاكس اوف تي بمين؟ بالاكس اوف اوميجا، والاكس اوف اوميجا دي اللي هنسميها فورير ترانسفورم. ودي السنسز ايه؟ السنسز ايكويشن او بما يسمى بالانفيرس اوف فورير ترانسفورم. طيب واحنا بنقول ان البيريود بقت خلاص جوز تو انفينيتي، او ان الفريكوانسي go to ايه بقى؟ go to zero، مبقاش في frequency خالص في السيجنال. طيب ال corresponding analysis equation بحصل عليه من x of omega، x of مين؟ x of omega، x of omega بتساوي ال integration from minus infinity to infinity x of t a اس minus j omega t لل dt. دي اللي احنا نسميها ال analysis equation، ال analysis equation اللي هي بتمثل لي الانفلوب اوف فورير سيريس كوفيشنت فور بيريودكلي ريبليكيتد سيجنال. يا عم ده انت كنت بتقول الاناليسيس ايكويشن هي عباره عن اي سب كي، مش انا قلت لك اي سب كي العلاقه ما بينها وما بين الاكس اوف اوميجا هي علاقه بروبورشنال ويز بروبورشناليتي كونستانت 1 اوفر تي نوت انتو اكس اوف اوميجا ات اوميجا ايكوال كي اوميجا نوت، صح ولا مش صح؟ يبقى لو انت حصلت على طول فورير ترانسفورم، فانت في علاقه بتربط الفورير ترانسفورم بالفورير سيريس كوفيشن، وهي ان الاي سب كي او الفورير سيريس كوفيشن بتساوي 1 اوفر تي نوت
into x of omega. صح ولا غلط؟ كويس جدا. و x of omega بتمثل لي الانفلوب اللي بيحتوي على الفوريير سيريز كوفيشنت او a sub t. حلو جدا. قال لك يبقى اذا x of t الفوريير ترانسفورم ليها هو عباره عن x of omega، وده اللي انتوا خدتوه في الرياضه. بدي لك سيجنال x of t بتساوي اي حاجه وبقول لك فايند فوريير ترانسفورم. كنت بتقول لي والله ده فوريير ترانسفورم ال x of t هو عباره على انتجريشن فروم ماينس انفينيتي تو انفينيتي الداله زي ما هي x of t في اي اس ماينس جي اوميجا تي للدي تي. كويس جدا. فانت كنت بتقدر تمين تطلع الفوريير ترانسفورم. فالفوريير ترانسفورم للداله x of t هو x of a x capital of omega x capital of mean of omega او فوريير ترانسفورم. قال لك خد بالك فوريير ترانسفورم ممكن امثلها بدلاله الريال اند الايماجينري بارت، وممكن امثلها بالبولر البولر ريبريزنتيشن او ماجنيتيود وفيز. بالنسبه للريال والايماجينري بارت اكس اوف اوميجا هي بتساوي الريال اوف اكس اوف اوميجا بلس الايماجينري ل ال x of omega، أو أمثلها ب magnitude وفيز أو من اللي بنسميه البولر ريبريزنتيشن. كويس جدا. مسألة سهلة جدا زي اللي بتاخدوها في الرياضة. بنقول لو x of t بتساوي e أس ماينس a t ل u of t، e أس ماينس a t ل u of t، ما هي x of omega؟ كأني بقول لك إيه؟ find فوريير ترانسفورم للدالة of الدالة دي لx of t. و x of t هي فانكشن بسيطة جدا اهي، exponential decay function مضروب في اليونت ستيب فانكشن. هتقول والله ده x of omega هي عبارة عن الانتجريشن from minus infinity to infinity الدالة في e اس minus j omega t لل dt. طب ما هي الدالة؟ e اس minus a t لل u of t. طب انا ممكن اشيل u of t واعرف الدالة from t equal 0 to infinity greater than or equal to 0. يبقى اهو from 0 to infinity غيرت بقى حدود التكامل، لان هشيل اليو واحط مكانها واحد ومعرفها من 0 لما لا نهايه، قبل كده تبقى قيمتها ب 0 فملوش لازم ان انا اكتبه. يعني from minus infinity to 0 قيمه الفانكشن دي ب 0 فملوش لازم ان انا اكتبه، هاخد بس من 0 لما لا نهايه اللي باقي من الداله اي اس ماينس اي تي ل اي اس ماينس جي اوميجا تي للدي تي. ما انا عندي التي مشترك، اخد الماينس تي مشترك، اي اس ماينس تي مشترك، كده قال لي اي بلس جي اوميجا. يبقى ما هو تكامل فروم 0 تو انفينيتي اي اس ماينس تي للاي زائد جي اوميجا للدي تي؟ هو عباره عن الداله زي ما هي في واحد على تكامل الاس او تفاضل الاس، واحد على تفاضل الاس، يبقى واحد ماينس واحد على اي زائد جي اوميجا. هاخد الداله دي اعوض عنها مره، يبقى ماينس 1 اوفر اي بلس جي اوميجا انتو، هعوض مره بما لا نهايه عن التي، اي اس ما لا نهايه في ماينس بي اس ماينس ما لا نهايه، اي اس ماينس ما لا نهايه بزيرو ماينس، هعوض مره عن التي بزيرو، اي حاجه اس صفر بكام؟ بواحد. يبقى ماينس في ماينس بموجب، يبقى فوريير ترانسفورم اكس كابيتال اوف اوميجا هيساوي 1 اوفر اي بلس جي اوميجا. تمام كده؟ وده طبيعي. انا حتى لو بقول لك فايند لابلاس ترانسفورم للداله دي تبقى عباره عن 1 اوفر اس بلس اي، علاقه لابلاس بفورير ان انا اشيل كل اس واحط جي اوميجا، 1 على جي اوميجا بلس اي، 1 على اي بلس جي اوميجا زي سي. كويس جدا. نفس الفانكشن، نفس الفانكشن بتقول لي خد بالك ده فورير ترانسفورم ليو اس ماينس اي تي لليو اوف تي بتساوي 1 اوفر a plus g omega for a greater than or equal to 0. ليه؟ قال لي لو كانت ال a less than 0، a less than 0 ال expression بتاعي ده 1 over g omega plus a مش هيحصل له converge مع e اس minus a t. ده حاجة معروفة وهناخدها لما نروح ل Laplace transform. for a negative التي بتمبلاي لي ما لا نهايه، مفيش مشكله خالص. قال لك خد بالك الفوريير ترانسفورم
لو انا بتعامل معاها بدلاله ماجنتيود وفيز او اتعامل مع فورير ترانسفورم بدلاله ماجنتيود وفيز، هتلاقي الماجنتيود لما بمثله هتلاقيه هو عباره عن ايفن فانكشن. انت بتمثل الماجنتيود لوحده والفيز لوحدها، فين الداله؟ الداله اهي 1 اوفر اي بلس جي اوميجا. فين الماجنتيود؟ هتقول له سكوير 1 سكوير اوفر سكوير اي سكوير بلس الايماجينري سكوير اوميجا سكوير، صح؟ اوميجا قد تكون ماينس اي او بوزيتيف اي، يبقى هتساوي 1 اوفر الجذر التربيعي اي سكوير بلس اي سكوير، هيساوي 1 اوفر الجذر التربيعي 2 اي سكوير، هيساوي 1 اوفر اي الجذر التربيعي للاثنين، صح؟ كويس جدا. لقيت ان لما اقسم الماجنتيود بتاع الفانكشن بتاعتي اللي هي اكس اوف اوميجا بدلاله الفريكونسي، هلاقي ان الماجنتيود هو عباره عن ايفن تايم فانكشن. ايفن تايم فانكشن بدلاله مين؟ بدلاله الفريكونسي. يعني الماجنتيود متماثل حوالين الواي اكسس، اللي على اليمين هو هو اللي على ايه؟ اللي على الشمال. اعلى نقطه عندي هي مين؟ 1 اوفر اي. ليه؟ لما الاوميجا تساوي 0 يبقى 1 على الجذر التربيعي للاي تربيع هيساوي 1 اوفر اي، يبقى 1 على الجذر التربيعي اي تربيع زائد اوميجا تربيع بصفر، 1 على الجذر التربيعي للاي تربيع هيساوي 1 اوفر اي، اللي هي اعلى نقطه عندي. وعوض بقى باي قيم من الاوميجا، انا خدت لك مثلا اوميجا باي او سالب اي، عوضت لك عنها طلعت ب 1 اوفر اي جذر 2، لان الفريكونسي معرف عند قيم موجبه وقيم ايه؟ وقيم سالبه. لما برسم الفيز بتاعت الاكس اوف اوميجا بدلاله الفريكونسي برضو، بلاقي ان الفيز كمان متماثله حوالين الاوريجين، هي اود فانكشن اوف تايم، ومعرفه بدلاله الفريكونسي النيجاتيف وبدلاله الفريكونسي السالب. طبعا الفيز باي باي وباي باي 2 وباي باي 4 والحاجات دي كلها. كويس جدا. يبقى الاوميجا قد تكون نيجاتيف قد تكون ايه؟ بوزيتيف. ليه؟ قال لك لان احنا بنبني السيجنال بيز ده على كومبلكس اكسبوننشال فانكشن، فبالتالي الفريكونسي سواء كان في الماجنتيود او في الفيز معرف بدلاله النيجاتيف والبوزيتيف فريكونسي، بدلاله النيجاتيف والبوزيتيف فريكونسي. الداله دي هي الداله الاصليه بتاعتي اللي هي اي اس ماينس اي تي لليو اوف تي، يو اوف تي ايكوال 1 فروم 0 تو انفينيتي، ما فيش مشكله. اي اس ماينس اي تي دي اكسبوننشال ديكي فانكشن، التي ايكوال 0 اس 0 هتلاقيها بواحد، التي ايكوال 1 اوفر اي هيديني كام؟ 1 اوفر اي، يبقى اي اس ماينس اي انتو 1 اوفر اي، اي مع اي يديني اي اس ماينس 1 اللي هي 1 اوفر اي. ده كلام كله كلام فاضي، بس هو بيمثل الانبوت فانكشن. والاوتبوت فانكشن اللي هي اكس اوف اوميجا بيمثلها بماجنتيود وفيز. كل اللي انا عايز اقوله لك هنا ان سواء كان الماجنتيود او الفيز الاثنين معرفين بدلاله الفريكوانسي، والفريكوانسي قد يكون موجب وقد يكون سالب، قد يكون موجب وقد يكون ايه؟ وقد يكون سالب. ليه؟ لان الداله بتاعتنا كانت بيزد اون الكومبلكس اكسبوننشال فانكشن. ليه؟ لان الكومبلكس اكسبوننشال فانكشن بتريكواير positive and negative value of frequency. positive and negative value of mean of frequency omega. كويس جدا. بعد كده قال لك خلي بالك the Fourier transform انا ممكن امثله بما يسمى بالبوت بلوت. بمين؟ البوت بلوت. البوت بلوت هناخده له باع كبير قوي ان شاء الله في ليفل بعد كده في الاوتوماتيك كنترول لما نروح للشابتر بتاع الفريكوانسي ريسبونس، هناخده بالتفصيل الممل. البوت بلوت ملخصه، انا قلت ان الفورير ترانسفورم بقدر امثلها بماجنتيود وفيز.
الماجنتيود بتاع البوت بلوت برسمه على ما يسمى باللوج سكيل، حتى الفيزياء كمان برسمها على اللوج سكيل، حاجة اسمها 20 لوج للماجنتيود بتاع الفانكشن بتاعتي والفيزياء بتاعتي. الماجنتيود اللي هو 20 لوج بمثله على المحور واي بحاجة اسمها الديسيبل، هناخده الترم التاني سواء كان بوزيتيف او نيجاتيف. بمثل الماجنتيود بدلالة الفريكونسي اوميجا. الفريكونسي اوميجا بيكون معرف ب A، لو اتحركت يمين هضرب في 10، لو اتحركت كمان يمين هضرب في 10، لو اتحركت شمال هقسم على 10، لو اتحركت كمان شمال هقسم على 10، يبقى 1 من 100 A. ده عند قيم مين؟ عند قيم الفريكونسي. لو بدأت عند A شماله هقسم على 10، تاني هقسم على كمان 10، تالت هقسم على كمان 10، لو اتحركت يمين هضرب في 10، هضرب في 10 وهكذا. كويس جدا. يبقى حتى الفيز هي كمان نفس الحكاية على نفس الفريكونسي، لان انا برسم الماجنتود والفيز بدلالة الفريكونسي. الماجنتود بعرفه بالديسيبل وهو 20 لوج الماجنتود بتاع الفانكشن بتاعتي، والفيز هي الفيز زي ما احنا عارفينها ب 0 باي باي 4 ماينس باي باي 4 باي باي 2 وهكذا. هنلاحظ من الرسم ان في سيمترية للفوريير ترانسفورم، في سيمترية مين؟ للفوريير ترانسفورم. فبالتالي انا عندي نيجاتيف فريكوانسي وعندي بوزيتيف فريكوانسي، عندي نيجاتيف فريكوانسي وعندي ايه؟ وعندي بوزيتيف فريكوانسي. يبقى زي ما قلت لك ان الفوريير ترانسفورم لو انا عايز امثل الداله لابد الاول اروح اعمل لها اخليها بيريودك عن طريق ان انا هعمل لها ريبليكيتنج over multiple of period t node. once ان انا خليتها replicating، يعني once ان انا خليتها periodic function، منها هروح احسب ال synthesis وال analysis equation. لو عرفت ال analysis equation هبقى خلاص عرفت السامبلز اللي داخل الفانكشن وابقى عرفت خواص الفانكشن كلها. وفقط Fourier transform هي علاقة ما بين الفورير سيريز كوفيشنت عن طريق ان هي بتساوي تي نوت انتو اي كي، او الاي كي بتساوي 1 اوفر تي نوت انتو اكس اوف اوميجا. اكس اوف اوميجا هي الداله كونتينوس وهي بتمثل لي الانفلوب اللي بيحتوي على السامبلز بتاع الفانكشن اللي هو اي سب كي. ده اللي احنا قلناه. وقلنا لما بضاعف التايم ابدا ازود قوي قوي في التايم هلاقي السامبلز دي بتزيد جدا جدا والتباعد ما بينها بيقل جدا جدا، وبالتالي قربت قوي قوي لما تي تروح لانفينيتي، فانا قربت قوي قوي من شكل الفانكشن الكونتينوس، وبالتالي قربت قوي قوي من شكل الفانكشن بتاعتي اللي هي النون بيريودك سيجنال. هنكمل المره الجايه ان شاء الله عشان نشوف العلاقه اللي بتربط فورير سيريز كوفيشنت بالفورير ترانسفورم وشويه العلاقات اللي احنا أخذناهم دول، هنعملهم كده في ملخص سريع.